السلام عليكم الحاجه الاولى الحمد لله يا ربي التوفيق كيما نقولوا جا من جمعنا عند الله ما يخفش عليك النقطه تاع اليوم من كيما نقولوا درنا كاع الشيء اللي علينا باه نخلوا الثلاث نقاط هنا في صدنا وبه ان نكونفيرمو الماتش اللي درناه مع لامسيه ما يخفش عليك الماتش اللي فات مع لامسيه درنا ماتش مليح كنا اليوم نعرفوا بلي عندنا مهمه صعبه مع فريق يحسن لعب الكره ويحسن التفاوض مع كيما نقولوا الليدر تاع تاع المتص... تاع تاع البطوله الوطنيه تاعنا راك تشوف عندها فايت ربعين نقطة وعندها لي ماتش الحمد لله يا ربي سينا باه ما نخسروش باه نحقوا كيما نقولوا غير وبها نقطة وباه باه نزيدوا كيما نقولوا هذه النقطة خلينا نحضروا لي ماتش الجايين احنا في أريحية وإن شاء الله الماتش تاع السياسي نديروا كاع اللي علينا نحطوا ثلاث نقاط ونخلوا هذا الفريق في القسم الوطني الأول